ومن هنا يا عزيزي بدأ الخلط بين الصهيونية واليهودية. ده اللي بعد كده عمل المغالطة بتاعت إن اليهودية هي الصهيونية وإن معاداة الصهيونية هي هي معاداة اليهودية. أرض بلا شعب هي أشهر الأفكار الصهيونية، على الرغم من أن فلسطين في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كانت مجتمع متكامل بيعيش فيها أغلبية مسلمة ومسيحيين وأقلية يهودية، مجتمع رغم تنوعه الديني إلا أنه كان متجانس ثقافيا. يافا أكبر مدينة على الساحل الشرقي كان عايش فيها أكثر من 60,000 فلسطيني، وفيها سينمات ومسارح وميناء أقدم من ميناء تل أبيب الحديث بمئات السنين. البعثة البريطانية اللي جت فلسطين من سنة 1871 ل 1877 عملت عن فلسطين موسوعة من 12 جزء وكتبت فيها اسامي 13,000 مكان، وبالتالي ده بيسيبنا قدام احتمال من اثنين بمعنى كلمه ارض بلا شعب. الاحتمال الاول بيقوله عالم الاجتماع الارجنتيني بيدرو بريجيه، وهو ان قاده الحركه الصهيونيه اللي بتطالب بالرجوع لارض الميعاد، هذه الارض المقدسه اللي هيتحقق فيها كل احلامهم، ما كانوش يعرفوا عنها حاجه اصلا، لان العالم غالبا بالنسبه لهم كان اوروبا بس. كل معلوماتهم عن فلسطين مصدرها حكايه الرحاله والمغامرين، وانت لما تكون رحاله مش هترجع تقول للناس في اوروبا انك رحت مغامره ليافا فلقيت فيها حاجات عندنا زي السينما او المسارح كده. ريتش مش اكزوتيك كفايه، انت عايز تروح الشرق يا